يا زي الكويت يا غلات الكويت، الكويت بلد خير وكل شيء فيها حلو. مواطن كويتي في الولايات المتحدة انقصد دواء السكر راح يشتريه، انصدم بالقيمة أكثر من 1600 دولار، وإحنا نروح المستشفيات ومو راضين على الخدمة الصحية وناخذ كل أدويتنا لمدة شهرين وثلاثة أشهر وهم مو عاجبنا. شوفوا القصة والحادثة اللي صارت مع هذا المواطن الكويتي في أمريكا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا شباب. أنا الحين في صيدلية عندي دواء السكر الحين بيخلص، أعطيت الوصفة راهي، أنا أعطيت الوصفة قال لي بس ترى هذا غالي يعني اللي تبيه. أنا راهي يعني شنو غالي يعني؟ قلت يلا مو مشكلة محتاجة، يعني أنا فيني سكر محتاجة. أنا أخذ الآن ست أدوية وقلت له أبيهم على شهر كامل، لأن أنا أدويتي بتخلص 19/3 وأنا برد إن شاء الله براد الكويت في 5/4 من غير مبالغة يا جماعة. 1600 دولار، 1600 دولار حق شهر كامل الأدوية اللي الكويت، يعني الله يعز حكومتنا، فعلا فعلا الله يعز حكومتنا، أعطوني حق 3 شهور قدام، يعني أعطوني بالشهر 1600 كم، يعني 500 دينار، يعني الحكومة أعطتني مقدما 1500 دينار. العظيم رب الكعبة يعني عايشين بنعمة، بنعمة عظيمة والله العظيم، نعمة يعني ما بعدها نعمة. خلكم من الأمور هذه التافهة وسياسة وخرابيط، وطيح قروض وطيح خرابيط، تعالوا شوفوا شوفوا الدنيا هنا، والله ما كل هوا رايحين فيها هنا الأمريكان، بس همهم تعرف ادفع ادفع ادفع. أنا أكد على الكلام اللي قاله هذا المواطن عساس تعرفون قيمة هالبلد، كلنا إذا سافرنا نشتاق لها، الله لا يغير علينا، قول آمين.